السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في استعراض لتحليل خاص بالإعلان الأول للحلقة 16 من مسلسل طائر الرفراف، كما رأينا في الإعلان، فبعد عودة سايران مع فريد للقصر، سيعمل كاظم آغا للضغط على عائلة كورهان من أجل استرجاع كرامته وكرامة ابنته وإسكات أفواه الصحافة وما يقوله الناس في الخارج عن زواج ابنته من فريد. وستجد غولغان الحل في عمل جلسة تصوير لسايران وفريد لدى إحدى المجلات، وبعد أن يسمع أورهان باسم المجلة سيصدم، لأن مديرة تلك المجلة هي حبيبته السابقة ديفنا. ويبدو أن إيفيكات تعلم من تكون ديفنا من خلال نظرتها هي وأورهان في الإعلان. وبعد أن يقوم فريد وسايران بالجلسة، ستتساءل ديفنا عن سبب زواجهما في هذا السن المبكر، وفريد سيخبرها بأنهما أحب بعضهما البعض. ستحاول ديفنا بعد ذلك خلق بلبلة بينهما، فبعد ذهاب فريد وسايران وسونا التي عادت للقصر وعابدين للسهر خارجا، سيحدث هناك شجار بين فريد وأحد الأشخاص الذي تقرب من سايران، وسيشعر فريد بالغيرة وسيغضب وسيأمر سايران بالذهاب فورا للقصر، وسيبقى هو خارجا وستحاول ديفنا التقرب منه. سايران وبعد عودتها للقصر ستصدم بعد أن سألتها سلطان عن سبب عودة فريد، وستستغرب سايران سؤالها هذا. من جهة أخرى، إيفيكات ستلمح لسايران أنها أخطأت لتركها لفريد لوحده هناك، خاصة مع وجود كل تلك الفتيات. لتقوم سايران برد قوي جدا عليها، سيؤكد كل شكوك إيفيكات على أن سايران تعلم بخيانتها رفقة أورهان لغولغان. سلطان ستذهب عند فريد بعد عودته وستكون معه في السيارة حسب ما رأيناه في مشهد مستفز جدا، وسيرى يوسف سلطان وفريد معا، وسيخبر فورا سايران وسونا، واللتان ستستغرب لما قاله يوسف وربما لن تصدق في البداية. أما فريد فصدمته ستكون أكبر بعد أن يرى أورهان وإيفيكات معا، وسيكتشف خيانة والده لأمه، ولعل هذه الحادثة ستجعل فريد يدرك مرارة الخيانة ويتوقف عما يقوم به تجاه سايران. رأينا أن بيلين ترفض الرد على مكالمات فريد، وهذا ما سيغضبه وسيتجه لمنزلها لمعاتبتها، وربما لأنه يشك بأنها مع ساردار. ولا نعلم ما يريده فريد لحد الآن من بيلين. نصل للنهاية أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما عن مسلسل طائر الرفراف. سلام.